دلوقتي انا شغلت الجهاز، اشتغلت معايا الفانة بس. قلنا وصلنا لغاية هنا، بنقيس ال 220، جايين ال 220 يبقى الترانس يخرج 24. لو ما خرجش 24 يبقى الترانس ده تالف. يخرج ال 24، عايز اشوف المكنة فاصلة ايه. الحاجة الوحيدة اللي شغالة هي كونداكتور الفان، اول حاجة بعملها. قلنا دي نقطة رقم 1 ودي نقطة رقم 12. رقم 12 دي اللي هي هنا، دي اللي هي 12 في الروزيتا. بجيب الامبير وبقيس 24 فولت، بحط الامبير، بحط بقيس من اول هنا من 12 دي. طبعا 12 دي مش هيقرا معايا، هيقيس مع واحد. هقيس من هنا لهنا بالامبير، هيديني 24. واحد ديت مع 12 دي، واحد اهي، دي 12 دي واحد، واحد دي مع 12 دي هيديني 24 فولت. هقيس هنا هيديني 24 فولت عشان الفانة شغالة، يعني انا ايديا ثابتة على رقم واحد. هقيس هنا هيديني 24 في النقطة 12. في النقطة 11 هيديني 24 عشان شغال الفانة. في النقطة 10 مش هيديني حاجة عشان أنا مشغل بارد. في النقطة 9 لو الثرموستات تحت مظبوط، درجة مظبوط على الكول وعلى التبريد وعلى الدرجة المناسبة، هيخرج لي هنا. لو ما خرجليش هنا يبقى المشكلة في الثرموستات نفسه. دي النقطة 9 ديت اللي هي جاية من الثرموستات، يعني 12 دي رايحة وراجعة لي هنا. لو ما رجعتش هنا يبقى الثرموستات يا فاصل درجة يا تالف يا مطفي، هيخرج لي هنا. باخد كوبري واخرجه من هنا، اقيس هنا كده داخل ال 24 مع واحد هنا كده، رايح فين؟ طالع كهرباء من الثرموستات رايح للو بريشر، هيروح للبريشر ويرجع هنا. اقيس هنا، لو النقطة دي شغالة يبقى اللو بريشر سليم، مش شغالة يبقى قاطع لو بريشر. هقيس النقطة دي مع واحد، هقيس هنا هيديني ايه؟ 24. هقيس هنا خارج الهاي بريشر، لو لقيت مش مديني 24 يبقى قطع هاي بريشر، لو اداني 24 يبقى كده اللي هو الهاي بريشر واللو بريشر شغالين. والنقطتين دول احيانا بيبقى فيه فريزنج واحيانا لا. الفريزنج طبعا بقيس هنا راح كده شغال الفريزنج كده، لو خرج لي هنا كده شغال، ما خرجش يبقى مش شغال. بخرج من هنا بخش على التايمر. طبعا لما بحط ايه هنا مع الاربعه مع واحد هنا، دي 24 برضو، هلاقي هنا ادانا 24، يبقى الروزيتا دي كلها اللو بريشر والهاي بريشر والثرموستات شغالين. هقيس على التايمر الناحيه الثانيه، لو التايمر ما ادانيش يبقى لسه بيعد، لو طول يبقى التايمر ده تالف. المهم لو التايمر ده شغال هيديني في الريلي ده، فانا بقيس على الريلي دوت كده 24 مع واحد دي، 24 مع واحد دي، ونفس الكلام بالنسبه للروزيتا الثانيه. اخر نقطه من التايمر بيديني هنا، هقيس مع واحد مع النقطه ديت هديني 24. يبقى دي النقطه دي مع واحد هديني 24، والنقطه دي مع واحد هديني 24. لو قست النقطتين دول مع بعض، دي ودي مع بعض، هيدينا 24. يبقى دي اللي هي جايه من السيستم كله، ودي اللي جايه من الريلي السخن. لو الريلي السخن ده بايظ مش هيدينا 24 هنا، مش هيكمل لي دايره ال 24. فممكن لو قطع دوت يبقى انا هقيس هنا 24 وهنا 24 مع الواحد. لو قست كويس كده 24 ما ادانيش، يبقى الريلي ده هو اللي بايظ. من اول سبعه هنا، لو عايز اقيس ال 220 من اول سبعه هنا اللي هي جايه من هنا اهي، نقطة مساعدة، هقيس من هنا مع النيوترال هديني 22. الفانة خرجت، هقيس من هنا مع النيوترال هديني 22. خرج من هنا هيديني هنا او هنا وهنا دول كوبري. النقطة دي مع النيوترال هديني 220، او النقطة دي يعني دي لو ما لقيتش فيها 220 يبقى قطع من اول هنا. هقيس برضه من نيوترال لخروج الريلي هنا، لو ما خرجش كده يبقى الريلي ده قاطع، لو ما خرجش هنا يبقى الريلي قاطع.
ده بالنسبة عشان يغذي لي الناحية التانية اللي هي النقطة دي والنقطة دي، يغذي النقطتين دول عشان يغذوا الايه؟ كوندكتور الكوندنسر. نيجي للكباسات، لو ده لقط ما ده لازم يلقط عشان يخرج لده، وده لازم يلقط عشان يخرج للاثنين دول. الاربعه ال 220 ديت بتلقط لي هنا، يعني ده لو لقط هيخرج لي هنا، ده بياخد من هنا نقطتين بعد اللقط، بياخد من هنا، لما ياخد من هنا بيدي الكوندنسر هنا في الاوفرلود، الاوفرلود بيخرج، باخد بعد اللقط دوت نقطه مساعده، نقطه تانيه، يعني ده لقط واشتغل، اخد برضو اعمل النقطه اللي هي السبعه ديت اوصلها هنا على النقطه المساعده تخرج لي هنا، لو ده لقط تخرج لي هنا، تروح اروح مديها فين؟ في النقطتين اللي هم العطار في دول بتوع الكباسات، دول عليهم كوبري اللي هم بتوع الكباسات، يعني دول عليهم كوبري بتاع الكوندنسر اللي في النص واللي في الاطراف دول بتوع الكباسات. لو ده شغال، لو ده اشتغل هيخرج لي النقطه دي، النقطه دي بتروح على المفتاح ده وترجع تدي الاوفرلود ده، والنقطه دي لو خرج لي هنا على الريلي دوت، النقطه دي هتروح للمفتاح وترجع على الاوفرلود ده.